حيت الخوت كاينين شي نصابه غادي ينصبوا عليكم كيفاش ديروا تخدموا في شركه، غيقول لكم الخوت عطاونا 2000 درهم وغادي ندخل لكم تخدموا في شركه. يعني بنادم غادي يعطي 2000 درهم باش يدخل يضرب تماره، بنادم غادي يعطي 2000 درهم باش يدخل يدوز اكفس ايام في الحياه ديالو. يعني الخوت راه كاينين شي واحد داير لا اله الا الله محمد رسول الله، كيشوفوا بنادم ضعيف مسكين وخاصو يخدم راه الخوت كيبغيو يصبوا عليه، وانتوما خاصكم تحضروا راسكم من هاد النصابه هادو حيت راه كاينين في المغرب. انا نقول لك انا نخدمك مثلا في شركه ولكن غادي تعطيني واحد المونطون اللي غادي ندخلك بها انا تخدم، ولكن انتوما الخوت ما ديروش بحال هادشي هذا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني المغاربه اخواتي المغاربه، مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم الخوت كاينين بعض الناس يعني فعندنا في هذه القناه هذه وكيتابعونا وكيتفرجوا فينا، باغيين مساكن يخدموا باغيين مساكن يدبروا على راسهم يعني بهاد الخدمه هذه اللي حطينا في الفيديو ديال الشركات. يعني بزاف الناس ما عارفينش كيفاش يدفعوا، بزاف ديال الناس يعني كيبقاو يدفعوا كيتعطلوا عليهم، ما كيقول لك ما كيعيطولناش ما كيعيطولناش حنا كندفعوا ما كيعيطولناش، ولكن هذه تسهل عليك الماموريه اذا كملتي هذا الفيديو هذا حتى الاخر. الخوت ما كذبش عليك، انا في الاول كنت كنلقى هذا المشكل هذا قبل ما نخدم هذه الخدمه هذه، كنت كنلقى هذا المشكل هذا، كنت كنعيا ندفع السيفيات كنت كنعيا ما ندفع لهادي ولهادي ما كانوش كيعيطوا ليا، حتى كنت فقدت الامل بصفه نهائيه، كنت نقول راه عمرهم غادي يعطوا عمرهم غادي عيطوا عليا نخدم. لدرجة الخوت كنت غادي نتعرض لواحد العملية ديال النصب بسبب هاد الخدمة هادي ديال الشركات. كيفاش هاد العملية ديال النصب اللي كنت غادي نتعرض ليها؟ حيت الخوت قبل ما نخدم كنت بقيت كنقلب في الفيسبوك وفي الانستغرام يعني كيفاش ندفع كيفاش يعني نتقبل بشي شركة دغيا، واتصلت عليا الخوت واحد النصابة قالوا لي لا بغيتي تخدم في شركة فما عليك غير تعطينا 2500 درهم وغادي نخدموك حنايا في شركة. شوفوا الخوت بنادم كيفاش وصلت به الوقاحة وكيفاش وصلت به الحقارة، يستغل بنادم مسكين ما عندوش باش يخدمو يعني في شي حاجة اللي لا علاقة، باش يخدمو في شي حاجة يعني اللي تا لعبة بالرجولة. باقي الخوت كنا كنشوفو دوك الكونكورات الدرك الملكي وكنشوفو دوك الكونكورات اللي بلا ما نذكر الأسماء ديالهم، دي واخا كتعطي الفلوس ولكن بعدا راك كتعطي الفلوس يعني على شي حاجة نيت اللي تستاهل نيت تعطيها، يعني اللي عندها تقاعد ديالها كتخدم يعني بواحد شوية بعدا، المهم كتخدم بقيمتك شوية، ماشي بحال هاد الخدمه هادي الخوت اللي غادي تخدم ما غادي تستافد حتى شي لعبه. بنادم الخوت كيجي عندك يقول لك غادي تعطيني 500 درهم في الاول غادي ندخلك تخدم في شركه، من مور ما غادي تخدم في شركه الشهر الاول داك الصالير الاول غادي تعطيه ليا انا حيت دبرت لك على هاد الخدمه هادي. المهم الخوت قبل ما نبدا نقول لكم كيفاش ديروا تدفعوا، حضروا راسكم من هاد النصابه هادو، حيت الخوت كاينين شي نصابه غادي ينصبوا عليكم كيفاش ديروا تخدموا في شركه. غيقول لكم الخوت عطاونا 2000 درهم وغادي ندخل لكم تخدموا في شركه، يعني بنادم غادي يعطي 2000 درهم باش يدخل يضرب تماره، بنادم غادي يعطي 2000 درهم باش يدخل يدوز اكفس ايام في الحياه ديالو. يعني الخوت راه كاينين شي واحد داير لا اله الا الله محمد رسول الله، كيشوفوا بنادم ضعيف مسكين وخاصو يخدم راه الخوت كيبغيو يصبوا عليه، ولكن نتوما الخوت ما ديروش بحال هادشي هذا، ما عليكم غير تسناو وتصبروا حتى الخوت يعيطوا لكم راسهم تخدموا، وديك الساعات غادي تخدم بلا ريال بلا حتى شي حاجه، ولكن خاصك تدفع من مواقع حيت الخوت راه كاينين بزاف ديال الليسيت لا بغيتي تخدم مثلا في هاد الشركات هادو. اول سيت الخوت اللي الشركات كتدخل منه الاوبيراتور هو انابيك، يعني هاد السيت هذا هو السمسار المعروف في الشركات، هاد السمسار الخوت يعني هو اللي كتدخل به الشركات العمال اللي خدموا هي انابيك، حيت الخوت بنادم كتدخلوا الشركه كيسني كونترا انابيك عجبها راك كترسموا معاها، ما عجبهاش راك دير له فان كونترا الخوت، فهمتي كيفاش؟ ولكن الخوت ما كذبش عليكم راه الا كنتي حوفر راك غادي ترسم، راه ما بقاش فرك ترسم وزعما راه الورق راه داكشي حتى شي حاجه الخوت. باش نقول لكم شنو كاين، حنا رسمحنا في دوك الوراق وفي الحزق كامل الخوت مقابل الراحه النفسيه، يعني شي خدمه اللي ما كنتيش مرتاح فيها نفسيا بلا ما تعذب راسك وتمشي تخدم فيها. باش نقول لكم الخوت يعني شنو كاين، شنو غادي دير؟ غادي تمشي غادي تدفع البيرويات اللي كاينين يعني اللي كاينين في طنجه واللي كاينين في قنيطره، غادي تدفع البيرويات وديك البيرويات غادي يخدموك في الشركه هما سمسار. بحال مثلا فاش كتمشي كتقلب على شي دار تكريها ما كتمشيش عند مول الدار نيسان، كتمشي عند السمسار هو كيوريك ديك الدار، وراه هكاك حتى هاد الخدمه هادي كتمشي لواحد البيرويات اللي هما دايرين بحصه مصريه كتدفع لهم السي في ديالك فهما كيخدموك كيصيفطوك للشركه، الشركه كتدبر عليهم وانت راه كيقطعوا لك شي حاجه. هادو هما الخوت الشغل ديالهم الا بغيتي تخدم دغيا دغيا، ولكن انا بيك راه ما كدير لك حتى شي حاجه، كونترا انا بيك الا خدمتي بها فراه ما كتقطع لك ما حتى شي حاجه، الصالير ديالك كيبقى يجيك هو هذاك. لكن الخوت الا خدمتو ببيرويات واحد اخرين فراه عطا الله البيرويات غادي تخدموا بهم، ولكن انا بيك هي اسهل بيرو ولا انا بيك يعني هو اسهل مكتب اللي يمكن به تخدم هاد الخدمه هادي. يعني الناس اللي ما عارفينش يعني كيفاش يتسجلوا في انابيك ولا مثلا ما عارفينش كيفاش يتقيدوا في انابيك، هنمرتي راه منين نبدا الفيديو هاني حاطها، دوزوا عندي نيت الواتساب ولا دوزوا عندي الانستغرام ها هو راني حاطه،
وبنادم مسكين اللي ما عرفش فماشي مشكل نعاونوه حتى بنادم يخدم ويلقى خدمه. ولكن اللي ننصحكم به يعني حضروا راسكم ما تطيحوش يعني مع دوك النصابه اللي كينصبوا على عباد الله، حتى راه كاينين سوره الحرم معنا عايشين في المغرب راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه ما غاديش يعقلوا عليك وغينصبوا عليك ويديو لك فلوسك. راه انا اللي كنهضر معكم دابا فانا كنت غادي نتعرض لهذه العمليه هذه ديال الناصر، كنت غادي نعطي 2000 درهم باش غادي نخدم واحد الخدمه اللي لا علاقه، اللي غادي نخدم واحد الخدمه اللي غادي ندم عليها حياتي كامله، اللي غادي نخدم واحد الخدمه اللي غادي ندم على ذاك الوقت اللي ضيعته فاش كنت خدام تمايا. يعني باش تكونوا متفقين على هذه القضيه هذه الخوت، انا ما فهمتش الخوت يعني الكلاخ من عندهم كيفاش يعني غادي يمشي غادي يخلص يعني واحد باش يدخلو يخدم في شركه اوبيراتور على قله الخدامي على قله لي ديوم على قله لي دومين. المهم الخوت في هذا الفيديو هذا غادي نخليكم السميه ديال دوك المواقع الخوت ديال دوك لي سيتات اللي يمكن لكم الخوت تدفعوا منهم الخدامي وبطريقه سهله وبلا ما تبقى تعذبوا وتحطوا السيفيات في الشركه وتضربوا تمارا الخوت على والو. المهم غادي نخليكم السميه ديال لي سيتات كاع هذوك السيتات اللي عارف غادي نخليهم الخوت دابا في هذا الفيديو هذا تبقاو يدوزوا لكم هنايا الخوت. المهم الخوت اش نقول لكم، انا غير بغيت يعني نعاون الناس مساكين اللي باغا تخدم يعني واللي باغا يعني تصوفي راسها وبلا الخوت ما تعرض للنصب ولا ما تضرب التمارة ولا حتى شي حاجه الخوت، حيت حنا يعني دزنا من ديك المرحله وعارفين الخوت المراره ديال داك الشيء وعارفين الخوت التمارة اللي كاينه في داك الشيء. والله يسهل والله يسهل على الخوت على اي واحد، واللي ما فهمش شي حاجه الخوت ها هي المرتي كاينه في هذا الفيديو هذا راني حاطها في الفيديو منين بدا، دوزوا عندي الواتساب ولا الانستغرام حتى هو راني حاطه، تابوناو عندنا تما وصيفطوا لينا ميساج وقول لي جيت من هذا الفيديو هذا فغادي نجاوبك، الا ما عرفتيش شي حاجه مرحبا، حيت الخوت كاينين شي نصابه اللي لا اله الا الله محمد رسول الله غادي ينصبوا عليكم وغادي يديو لكم فلوسكم على والو وغيمشيو يخدموكم في شي شركه اللي مكفسه وفي شي شركه اللي فيها تماره وتعطيهم 2000 درهم باش تخدم فيها وما غاديش يعقلوا عليك الخوت، حيت حنا الخوت عايشين مع بنادم راه لا اله الا الله محمد رسول الله، عايشين في القوي ياكل الضعيف. والله يسهل الخوت على اي واحد. والمهم هما لي سيتات كيدوزوا يعني في الفيديو دابا راه هما كيدوزوا بواحد بواحد، يعني قيدوهم عندكم شي ورقه وسيلو ودخلوا ليهم، ولا ما عرفتوش تسجلوا ولا شي حاجه صيفطوا لي ميساج غادي نعاون اي واحد بغى يخدم يعني في هذا الدومين هذا واخا ما خدمه ما حتى شي لاباني كنقوله لكم من هنايا، ورا الرابط اللي عاودت على هذه الخدمه راه كاين تحت الفيديو هذا راني عاودت في هذا الرابط عاودت في واحد الفيديو يعني المعاناه اللي كاينه في هذه الخدمه وداك الشيء اللي كاين يعني بالضبط شنو وسط التيران والاسرار وبزاف ديال الحوايج الخوت راني عاودت كل شيء. ومن بعد الخوت ما دفعوا تمشيو دوزوا لونت خوتيان من بعد ما كدوزوا هذه المرحله ديال التدفيع وكتعيط لكم شي شركه باش تخدموا خاصكم تبينوا لها بانكم نتوما قادرين على ديك الخدمه بانكم مدوزين تماره في حياتكم باش تقبلوا دغيا دغيا وما تقول لكم سيروا حتى نعيطوا لكم، خاصكم ديروا في السي في بانكم خدمتوا في شي خدمه النيل اللي خدمتوا بها في الليل اللي خدمتوا بها الاوقات بزاف باش الخوت يعرفوكم راكم قادرين على تماره وتتقبلوا دغيا دغيا وتكونوا من دوك الناس ومن دوك الحفاره اللي غادي يقبلوهم وغادي يعطيوهم يجمعوا الوراق. وتحيه لكم الخوت كاملين وتحيه لاي واحد دخل تفرج في هذا الفيديو هذا، ولا دخلتي تفرج في هذا الفيديو هذا ما تنساش بارطاجي مع صحابك وتبارطاجي مع عشرانك كما انا كما صلتك ربي وتفرجتي في هذا الفيديو هذا بارطاجي مع الناس اللي باغين نيتي يخدموا يعني وباغين يعني يديروا شي لعبه، حاول تشارك معهم ليا في الواتساب في الانستغرام ما غادي تخسر حتى شي حاجه وما غادي تخسر حتى شي لعبه، غير حاول تبارطاجي يعني مع الناس باش تعاونهم حتى نتايا. وهذا الشيء اللي كاين الخوت وبزاف ديال الناس يقول لك انت داير هذا الفيديو اصلا غير باش تربح الفلوس من اليوتيوب، ولكن اللي غادي نقول لكم الخوت راه هذه الفيديوهات هادو راه ما فيهمش الارباح بزاف، وراه الخوت الفضائح راه هما اللي فيهم الارباح بزاف، اما هذه الفيديوهات هادو راه ما فيهم حتى شي حاجه والري بي ام والسي بي ام ديالهم ضعيف بزاف، والناس اللي والناس اللي فاهمه في اليوتيوب راه عارفاني. وبلا ما نطول عليكم الهضره الخوت هما المواقع خليتها لكم في هذا الفيديو هذا، وبيس ليكم الخوت، كان معكم اخوكم ايمن العثماني، بيس.